شكلك ما رح تحكي. آه! بكفي! بكفي! احكي! أنت كلب مين ولا؟ بكفي! يسار! يسار! ما سمعتك. يسار! يسار! بابا؟ أنا ما فهمت عليه شي. وأنا كمان مثلك ما فهمت عليه شي يا داود. معناتها بنسأله مرة تانية بابا. يسار! قلت لك يسار! يسار! دائما بتحبوا تحكوا بعد ما تتبهدلوا. يسار! بس أنا يا داود ما بعرف واحد اسمه يسار. هذا شاب جديد بابا، بين من فترة. بيقولوا عنه إنه مجنون. هو شو بده منك؟ والله ما بعرف. هلأ بنسأله بابا. كرمال الله ما بعرفه. أنا ما بعرفه. وين حاطين ملك يا حيوان؟ بالمستودع. حاطينا بالمستودع. بابا موبايله عم يرن، يمكن يكون يسار ما غيره. بدي إياك تحكي بشكل طبيعي. أمرك بابا. يلا افتح السبيكر لنسمع. طيب. ألو أخي. إيه شو الوضع؟ مثل ما قلت، ما طلع منهم حدا عايش. برافو عليك يا شاطر. جلال مات كمان؟ إيه أكيد. حاسس إنك ما راح تعيش كتير، مبين من صوتك إنك خايف. أنت مرتاح عندك يا ابني؟ ما فهمت عليك، شو قصدك؟ إذا ما فهمت اسأل الزلمة يلي حدك، على القليلة قل له لبيع الكباب. جلال! اشرح له عني للزلمة يلي جنبك، راسه يمكن ما بيستوعب. يلا قل لي شو بدك مني ولك؟ على فكرة مو حلوة دائما تمثل دور الميت يا حضرة البابا، لا تاخذ نفس الدور كل مرة. قل لي يا حقير شو بدك مني ولا تكتر حكي، انا بعصب بسرعة عم تفهم؟ ليك رفيقي جنبي وهو بيقول لك جلال بياع الكباب. عرفتني يا حلو؟ قصي، معقول انساك انا يا قصي الحقير؟ مالك معي؟ اذا كان بدك بنتك تجي لعندي، بس تجي لعندي لحالك سمعان؟ مثل ما قلت بجي لحالي، وراح اخذ بنتي غصب عنك يا واطي. بتصل فيك لنحدد الوقت والمكان يا جلال بياع الكباب. امشي. هدول من وين شافونا؟ ها؟ يعني كيف عرفوا باللي صار؟ ما بعرف بابا. يلا. امشي. ليش هيك عم تتطلع؟ لك يا حقير، كمان هالمرة ما شفتك عم تموت، بس أكيد رح يجي يوم وانهيك يا جلال. يلا هاتوا لشوف شو كنتوا بدكم تحكوا. هاتوا لنشوف إذا في حدا منكم لقى حل. اسمع بابا،
شو ما كان الحل، بس انت ما بتروح لحالك. شو الحل اللي عنا غير هاد؟ حتى لو من بعيد بدنا نلاقي طريقة تدلنا عليهم. تدلنا؟ بلاها بابا، نحن منجرب اي شيء، انت بس قلنا انك موافق. ما فيني خاطر ابدا، افهموا هاي بنتي ملك. اذا بتسمح لي اتدخل بابا، في عندي فكرة. خلينا نحط جهاز ارسال معك. هلا هذا اللي طلع معك؟ شو فكرون اغبياء لحتى ما يخطرلن يفتشوني يا زكي؟ بابا هي هي الخطة. ايه هنن بس يفتشوك رح يلاقوا جهاز الارسال هاد. يلا جهزي حالك بدنا نمشي. لك استنى شوي، استنى بالأول لازم احكي مكالمة. وين بدك يعني اجي؟ بابا. ايه ابوكي. ما في أي عنوان جلال، رح أضل أتصل فيك وقلك العنوان طول الطريق. هلأ روح باتجاه الساحل. ماشي، رح يصير مثل ما بدك تماما، بس لازم تنتبه لحالك لأنه حياتك أنت مقابل حياة بنتك. بابا بابا لا تجي، أنا منيحة. بنتي رح أجي مهما كلفني، ما رح خليهن يأذوك بشي. خلصنا جلال، بكفي، يلا تحرك تحرك. خود كبوا لهالجهاز. يلا يا بنتي بدنا نروح. أرقام كتيرة، راح يضلوا يتصلوا فيك من أرقام غريبة ويدلوك على العنوان. أنت زلمي كبير، لا تضيع طريقك. إيه هلأ من الطريق يلي قدامك وكفي على اليمين. أخي يسار، مشي بالطريق مثل ما وجهته وما في حدا وراه غير رجالنا. ها؟ حلو، شكله عم يوفي بوعده.
شو يا بياع الكباب؟ شكلك صاير عم تشغل مخك. كل الكلاب اللي تحدوا جلال نكتهم بتبلش بالكباب يا قصي وبعدين بيندموا عليها. فتشو يا ابني؟ نضيف ما معه شي. وانت يا ابني يلا استعمل الجهاز اللي معك لشوف. ما بتتضايق مني؟ لو سمحت. هذا اللي عم بيصفر جهاز تنظيم دقات القلب ولا جهاز إرسال؟ لا هاد جهاز إرسال. لك شو بدي أقول لك يا جلال؟ رح تموت ولساتك عم تستخدم أجهزة الإرسال هي يا ابني؟ ليش؟ ولك أنا ما رح موت يا قصي. خليك مكانك يا جلال. عم نحذرك يا جلال. يا جلال وقف. لا تقرب عم لك. جلال خليك مكانك. لا تقرب يا خليك جلال. خليك مكانك. ولك أنا ما رح موت أبداً. اتركوا يا جلال أحسن من إيدك ورجع لورا يا جلال عم لك. رجع لورا يا جلال. رجع لورا. أنا ما رح موت أبداً. جلال. هلا صار فينا نروح لوين ما بدكن يا كلاب. وينك قصي؟ نحن جايين على الطريق. شفت كيف طلع معه جهاز إرسال مثل ما توقعنا؟ بس اطمن نضيف هلا. يلا رح نوصل. ضل شوي ورح تجتمع ببنتك. شوفي الجانب الحلو من القصة، يعني في حدا بيضحي بحياته كرمالك، وفوق هاد هالحدا هو مو أي شخص عادي، هذا أقرب الناس إلك. صدقني إذا تأذت شعرة منه أنا رح أقتلك بإيدي هدول. معقول بهالإيدين الحلوين تقتليني؟ امسكوها. اتركني. اعمل لك اترك. وفيت بوعدك والله. زام حدودك مشان ما يصير شي ما يعجبك ابدا. قديش الي اسمع باسطوره الظلم هي، بس يعني بتعرف كل شي له نهايه ما؟ مين انت يا ولد؟ الي شو بدك مني؟ اتركوني. اما لبنتك هي أنت قتلتها هي وزلمي جنبها اثنيناتهم. أنا ابنه لهالزلمي. اترك بابا. اتركوهم يودعوا بعض. اتركوهم ما في داعي. بابا بترجاك سامحني. ليش بشو غلطتي لحتى سامحك؟ بسببي اجيت لهون. انا ما بتخلى عنك. يلا خلصنا بابا. اوهو يلا خدوها. اتركوني اتركوني ما بدي روح. بابا اتركوني.
اسمعوني، عندكم فرصة أخيرة، لا تنزلوا سلاحكم من وشي. مبين عليك سكران يا ختيار، رح ينزعل عليك. وصلت لنهاية الطريق. شو عم تقول يا بيع الكباب؟ أنا قلت يلي بدي أقوله وانت اعمل اللي بدك إياه، بس يا حلو انت ما نقدر يعني لهلأ. نزلوا الأسلحة من أيديكم! نزلوا إيديكم! نزلوا! نزل أسلحك على أرض التوية! نزل سلاحك ولك! يلا 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 يلا، اترك اللي بإيدك. وقف، هاتوا الأسلحة. يلا وقف، يلا هات هات سلاحك. اترك، هذا مو لعبة وأصلا مو حلو بإيدك يا ولد. لا تواخذيني، روحت عليكي طيارتك، ما قلت لك إني رح أتأخر؟ امشوا. بابا! بنتي! يا حبيبة قلبي، أكيد أنت منيحة مو؟ قلتلي كان اسمك يسار مو؟ تعال، اللي سماك بهذا الاسم ما قدر يعرف آخرتك. يسار طبعا كنت رح تعيش عمر أطول لو ما الله غضب عليك وواجهتني يا ولد. انت التجأت للشخص الغلط يا قصي الغبي. كيف هيك صار؟ كيف قدرتوا تلاقونا؟ والله أنا ما فهمت شي. طبعاً ما رح تفهموا أبداً، أصلاً أنت اللي جبتنا لهون يا قصي. إيه بابا، هي هي الخطة، بس يفتشوك رح يلاقوا جهاز الإرسال هاد، ونحن رح نستخدم واحد تاني. هذا اللي عم بيصفر جهاز تنظيم دقات القلب ولا جهاز إرسال؟ لا، هاد جهاز إرسال. رح نقدر نلاقيك بهاد الجهاز. أنا ما راح موت. رح تحط جهاز الإرسال الثاني على واحد من الرجال. أنا ما راح موت. تعرف، يا ريتك ما رجعت وخليتني ضل مفكر إنك ميت من زمان. يعني لو إنك عشت على أساس إنك ميت يا قصي. أنت شو عم بتقول؟ لا تخليني أحكي. خوفتني. طلع، لو صحت لك الفرصة وحكيت برأيك قديش رح تطول بالحكي؟ ها؟ داود! بابا!